ولنقاش موضوع التظاهرات ينضم إلينا عبر سكايب من مالمو الكاتب والمخرج المسرحي علي ريسان. أهلا بكم أستاذ علي. أهلا بكم بقناتكم الكريمة. أستاذ علي، كانت أعلنت الرئاسات الثلاث عن تحقيق بداية تحقيق لما وصفته بمحاسبة من أطلق النار على المتظاهرين، ما مدى مصداقية هذه اللجنة؟ نعم، الحقيقة الآن العراقيين بدأت ما تنطلي عليهم هذه القرارات اللي شاهدنا تاريخنا المعاصر من 2003 من الاحتلال لحد الآن، اللجان اللي شكلت من أجل قمع الفساد، من أجل النصب والاحتيال، من أجل المجازر اللي صارت، يعني مجزرة اغتيال الكفاءات بالوزارة التعليم العالي، الأحد الدامي، الثلاثاء الدامي، الأسبوع الدامي، سبايكر، مجزرة الكرادة اللي أشرفت عليها الدولة وقطعة الشوارع وأهل الكرادة يعرفون بها. أعتقد هاي الأشياء الناس بدأت تفهم اللعبة السياسية، وحتى ذول الناس اللي الشباب اللي طلعت اللي حتى ما تمتلك وعي سياسي عرفت، لأنه الواقع العراقي انكشف، يعني بلغ السيل الزبا. هذا الزبا هو اللي وصل للشباب والمتظاهرين إلى، فأعتقد اللجنة يعني كأنه ينطبق عليها قول الحلاج ألقاه في اليم وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يعني أنا ما نعرف، يعني أن الدولة الدستور يكفل كما تقولون في هذا الدستور البائس أنه حق المتظاهرين في التظاهر، والمتظاهرين طلعوا بصدور عالية عارية تحمل العلم العراقي والوجع والانتماء، فقط الوجع العراقي والانتماء والعلم العراقي، تقابلهم بهذا هذه الخسة. يعني التاريخ لم يشهد مثلكم خسة ونذالة، لذلك هذه اللجان. وأنا الحقيقة يعني العراقيين بدأوا يتندرون، يعني فالح البياض المسؤول عن اللجان هو أحد الذين دعوا إلى قمع المتظاهرين بقسوة، لأنه تحت مسمى مخربي العمل السياسي وكأنه نحن نمتلك دولة. الحقيقة العراقيين استقبلوا، وأنا على الاتصال قبل دقائق كنت مع منسقي المظاهرات والشباب والمثقفين، واتصالنا ويا أهلنا وأحبتنا، أعتقد يعني يسخرون من هذا القرار. في هذا الصدد، باعتباركم على تواصل مستمر مع المتظاهرين في الداخل، إلى أي مدى يثق اليوم الشارع العراقي والمجتمع الدولي بمصداقية القضاء في العراق بعد التحقيقات الهزلية التي تمت إثر أحداث البصرة من قبل وأحداث هذه التظاهرات تشرين اليوم؟ نعم، كل الأحداث اللي مرت العراقيين يعرفون الملفات راح تؤخذ إلى مثلا القضاء العراقي. القضاء العراقي هم عبارة عن أروغوزات، مع احترامي للقضاء العراقي النزيه اللي كنا نعرفه، يعني القضاة والقانون العراقي يشهد على نزاهة القانون العراقي، ولكن الآن القضاء العراقي مستلب مثل ما مستلب العراقي، يعني مثل ما مستلب القرار العراقي بالحقيقة. يعني احنا دائما ما نؤكد، وهذا ما أكدوا لي الآن، يعني القرار العراقي يعرفه القاصي والداني هو الآن بيد قاسم سليماني، بيد القوات الإيرانية، بيد الحرس الثوري الإيراني، بيد ولي الفقيه في 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 إيران حقيقة. هذا الوجع العراقي، هذا الأمر الذي اعترفت به لجنة التحقيق على لسان ائتلاف النصر، الذي قال صراحة إن الحكومة لا تستطيع محاكمة المتسببين بقمع التظاهرات، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا تصريح سياسي أم أنه مجرد كشف واعتراف بالحقيقة؟ لا، هو بالضبط مثل ذر الرماد في العيون، لأنهم هم يعرفون. يعني أنا أعرف هذا القانون الدولي والأعراف الدولية، إذا يسقطون مجموعة من الأبرياء تستقيل الحكومة بدون مظاهرات، يعني بدون أن نسوي لجان وتكشف. هم يعرفون أنه القرار العراقي، يعني الرصاصات الثلاث ما تسمى بالعراق الحقيقة، الآن تكن الرئاسات الثلاث في العراق بالرصاصات الثلاث. الحقيقة أكو رسائل مهمة وصلتني، لأنه أنا حقيقة كل ما أطلع على قناتكم الكريمة أتصل مع المنسقين والمتظاهرين. الآن أكو سيناريو وطني عراقي خالص
لا ينتمي لأي أيديولوجية، ينتمي للوجع والمواطنة في العراق. أوصلوا لي رسالة منسقي المظاهرات الآن. نعم. هناك سيناريو يعدوه ويقولون بالصوت الواحد، وأقسم على كل كلمة راح أقولها، القوات العراقية في المظاهرات القادمة لو استخدمت إطلاقة واحدة سيرد عليهم المتظاهرين، وهذا تصريح أوصله بكل أمانة بوجعي وبالعراق العظيم الذي موجوعين من أجله. أي رصاصة تنطلق على أي متظاهر في المظاهرات القادمة سيرد عليها المتظاهرين، لأن العراقي وصل إلى حد أكون أو لا أكون. لكن أيضا بالمقابل أستاذ علي، اللجنة المنظمة للتظاهرات كانت أكدت بالأمس على سلمية التظاهرات في الجمعة المقبل وكذلك في 25 بعد الأربعينية. أنا دا أقول المتظاهرين ما زالوا سلميين، ولكن إذا وصل الإغال في قتل المتظاهرين بهذه الصورة السافلة، هناك رد آخر للمتظاهرين. هذا مو احنا ما نتحدث، احنا حتى ناس لا يعتبر انسانيين. تحريض على العنف استاذ علي، لا 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 لا. يهمنا ان ننقل الحقيقه كما هي ونتابع الاحداث، يعني كيف ستتطور في الايام المقبله. نعم، انا انقل رسائل. يقولون نحن ما زلنا سلميين عراقيين ننتمي للعلم العراقي وللعلم العراقي. اكيد مطالبنا هو إلغاء الرئاسات الثلاث وإلغاء الدستور وإلغاء العملية الفاسدة التي أوصلت هذا العراق والمواطنين إلى هذا الوجع. هاي الرسائل يجب أن يفهموها، لأنه الإنسان ممكن أن يصبر على الضيم، ممكن أن يصبر على الجوع، بس على 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 مواطنته ما ممكن أن يصبر، على تهميش ذاته وعلى على سحق آدميته ما ممكن أن يصبر، لأن العراقي الحديث عن هذه الممارسات أستاذ علي ربما يتزامن مع تشكيل ما يسمى بقوات حفظ القانون، كيف تفسر هذه المقترحات من قبل الحكومة بتأسيس قوات لحفظ القانون كما تسميها وفي هذا التوقيت بالذات؟ والله الحقيقة يعني ما أعرف، إحنا ليش دائما بالأزمات؟ يعني لأنه ما عندنا سياسيين حقيقيين. ليش دائما بالأزمات السياسية اللي تمر وتضع المواطنة والعراق على المحك نبدي نقرر؟ ما لا، لأنه ما عندنا رجال دولة. هذا يبرر فشلهم. شنو القوات الأمنية؟ ما عندك القوات سوات وعندك الحشد، ما تسمي الحشد الوطني الذي مارسوا جزء من عندهم بسفالة قتل المتظاهرين. عندك وزارة الدفاع، عندك قوات سوات، قوات حفظ الشغب. شنو القوات الأمنية؟ بالضبط مثل ما في كل مرة، في كل وجع عراقي، في كل كارثة عراقية تشكل لجان. هذه اللجان من نفس القتلة، آسف للمفردة، يعني كأنه العراقيين وصلوا بالسذاجة والألم إلى مرحلة أنه مدوي العراقي بدأ يميز الأشياء. كانت هذه السنوات اللي مرت بسبب المظلومية والغيبيات والخرافة وحق الآن الدولة تقريبا 80% بيد الشيعة، وهم أهلنا وناسنا لكن أثبتوا فشلهم لأنه أهانوا المواطنة العراقية، أهانوا الموروث، أهانوا حتى الطقوس والشعائر الدينية اللي كان بذاكرة كل عراقي، حتى المسيحي يحتفي بها، حتى البندائي، حتى الصابية، حتى الملحد في العراق. لذلك هذا العراقي وصل إلى مرحلة يا عزيزتي إلى أن أكون أو لا أكون. الحقيقة أكو رسالة ثانية. هم الآن اللجنة الأمنية اللي تشكلت الآن، ما هي ما فكرت بإطلاق قبل ما تبحث بالقتلة القناصين والذباحين، نعم، واللي قتلوا هذا الباب الجميل، بتطلق صراحة المعتقلين. عندنا الآن أكثر من 2000 معتقل، ومن ضمنهم 3 من الناشطين اللي أعرفهم شخصيا اللي كانوا معنا في مظاهرات 25 شباط. كان معتقل الناشط عقيل التميمي والطيار فلاح الطيار اطلقوا سراحهم. ما زال عندنا الدكتور ميثم الحلو، ميثم الحلو ما زال معتقل عند إدارة حماية الدولة، يعني عند القوات الأمنية او عند الميليشيات. نعم. وكذلك في جنوب القلب في مدن كثيرة في جنوب العراق، في الديوانية، شكرا. في الناصرية، في العمارة، في البصرة،
هناك الكثير الآن من الشباب المعتقل، الشباب المعتقل ودا يتعرضون إلى أنواع أبشع أنواع التعذيب والتنكيل أشكرك بكرامتهم. الكاتب والمخرج المسرحي علي ريسان، نشكرك على مداخلتك، كنت معنا عبر سكايب من مالمو.